أكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك أهمية تعزيز الشراكة بين الحكومة والبنك المركزي اليمني والتجار للمساهمة في إقرار آلية لأسعار السلع وإيصال الغذاء لكل المواطنين بمختلف أرجاء محافظات الجمهورية دون استثناء. جاء ذلك خلال ترأسه في العاصمة المؤقتة عدن لقاء انضم محافظ البنك المركزي حافظ معياد ونائبه شكيب حبيشي ونائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي وعضو اللجنة الاقتصادية أحمد غالب ووكيل محافظة عدن لقطاع المشاريع المهندس غسان الزامكي وقيادة الغرفة التجارية الصناعية وعدد من رجال المال والأعمال والمستثمرين. ونوه رئيس الوزراء الدكتور معين بالأهمية التي تشكلها عوامل الوديعة السعودية بقيمة مليوني دولار والإيرادات في تأسيس مركز مالي قوي يساهم في تأمين الاقتصاد الوطني وتوفير الأمن الغذائي وتمكين مؤسسات الدولة من القيام بواجباتها ومسؤولياتها الوطنية والإنسانية الملقاة على عاتقها على أكمل وجه. ناقش رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك في العاصمة المؤقتة عدن مع محافظ عمران اللواء عبد الرحمن الصار أوضاع واحتياجات المحافظة في مختلف الجوانب الخدمية والإنسانية والأمنية والعسكرية، وتطرق اللقاء إلى الصعوبات والمعوقات التي تواجه قيادة السلطة المحلية في محافظة عمران خلال قيامها بواجباتها الملقاة على عاتقها في خدمة أبناء عمران من مختلف شرائح وفئات المجتمع النازحين في عدد من المحافظات جراء حرب وجرائم ميليشيات الحوثي الانقلابية. وشدد رئيس الوزراء على توحيد صفوف أبناء محافظة عمران لاستكمال تحرير المحافظة من ميليشيات الحوثي الانقلابية وقيام قيادات السلطة المحلية والمكاتب الخدمية بدورها وتفعيل نشاطها وفقا للإمكانيات المتاحة من أجل خدمة المواطنين والنازحين، مؤكدا إلى فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية والحكومة جل الاهتمام بمحافظة عمران أسوة بمختلف محافظات الجمهورية. شدد رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك على لجنة التقصي القضائية المكلفة بالتحقيق في الأحداث الأخيرة والمؤسفة التي شهدتها مدينة تعز مؤخرا بسرعة إنجاز عملها والرفع بنتائج التحقيق لاتخاذ الخطوات اللازمة على ضوء ذلك لتحقيق تطلعات المواطنين في العدالة وسيادة الدولة القانون. وأكد رئيس الوزراء خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن محافظ تعز نبيل شمسان على ضرورة منع تكرار تلك الأحداث المؤسفة والمخلة بأمن واستقرار وسمعة المدينة كمنارة للنضال الوطني والجمهورية عبر التاريخ. وقال ستدعم الحكومة بكل السبل الممكنة والمتاحة قيادة السلطة المحلية في محافظة تعز لاستعادة وتفعيل كافة مؤسسات الدولة والقيام بدورها بشكل فاعل ومؤثر في تطبيع الأوضاع وبسط الأمن وتحقيق سيادة القانون على الجميع دون استثناء. ودعا الدكتور معين عبد الملك كافة القوى السياسية والمجتمعية لضرورة رصد الصفوف ومضاعفة الجهود وتوحيد الكلمة والالتفاف الوطني خلف الشرعية الدستورية بقيادة فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية لاستكمال مشروع استعادة الدولة وإجهاض المشروع التدميري للميليشيات الحوثية الانقلابية. وجه رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك قيادات السلطة المحلية في المحافظات المحررة بمضاعفة الجهود لتحسين الخدمات الأساسية والضرورية المقدمة للمواطنين والقيام بدورها المطلوب في تطبيع الأوضاع وتثبيت الأمن والاستقرار باعتبار ذلك خطوة هامة وضرورية للدفع بعجلة إعادة الإعمار وبناء ما دمرته ميليشيات الحوثي الانقلابية في حربها ضد الشعب اليمني. وأكد دعم الحكومة الكامل لقيادات السلطة المحلية في جهودها المبذولة للقيام بواجباتها ومسؤولياتها في هذه الظروف الاستثنائية بما ينعكس إيجابا على مستوى حياة ومعيشة المواطنين وتخفيف المعاناة التي تسببت بها الحرب العبثية لميليشيات الحوثي من انقلابها على السلطة الشرعية. جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن من عام المجلس المحلي بمحافظة اللحج عوض الصلاحي وعدد من مدراء عموم المكاتب التنفيذية في المحافظة، حيث جرى مناقشة مستجدات الأوضاع في المحافظة على ضوء الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار ومستوى تنفيذ المشاريع الخدمية.
استقبل رئيس مجلس الوزراء دكتور معين عبد الملك في العاصمة المؤقتة عدن سفيرة جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى بلادنا كارلا مولر والوفد المرافق لها الذي يزور مدينة عدن حاليا. جرى خلال اللقاء مناقشة الجوانب المتصلة بتعزيز علاقات الصداقة اليمنية الألمانية في مختلف المجالات والدور الألماني الداعم للشرعية وأمن واستقرار ووحدة الشعب اليمني في مختلف الظروف والمراحل بما في ذلك المستجدات الجارية على الساحات الوطنية والعوائق المفتعلة من ميليشيات الحوثي الانقلابية لعرقلة تنفيذ اتفاق ستوكهولم كمقدمة للحل السياسي ووفقا للقرارات الدولية الملزمة وبما يؤدي إلى وضع حد لمعاناة اليمنيين. كما تطرق اللقاء إلى الدور المعول على الأصدقاء الألمان في مرحلة إعادة الإعمار ودعم جهود الحكومة في تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة بالاستناد إلى ما تم إنجازه من تقدم ملموس في هذا الاتجاه مؤخرا. وثمن رئيس الوزراء عاليا دعم القيادة والحكومة والشعب الألماني لليمن وقيادتها الشرعية والذي يأتي مجسدا للعلاقات التاريخية المتميزة القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين. وقف مجلس الوزراء في اجتماع استثنائي عقده بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك أمام تطورات الأوضاع الراهنة على المستويين المحلي والخارجي في ضوء المستجدات الأخيرة والجهود المبذولة للتعامل معها خاصة بما يتسم باستعادة الدولة واستكمال إنهاء الانقلاب والاستمرار في تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة وتحسين الخدمات الأساسية وكل ما يهم معيشة وحياة المواطنين اليومية. وحيى مجلس الوزراء قرار فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية بدعوة مجلس النواب للانعقاد في دورة غير اعتيادية بمحافظة حضرموت وبما من شأنه تكامل أداء السلطات الثلاثة للتسريع بإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة. وأشار رئيس الوزراء لأن هذه الخطوة تعد بمثابة تأكيد على بناء التوافقات السياسية التي تعد أساس المرحلة الحالية وستشكل خطوة مهمة في سبيل استعادة التوافقات والمسار السياسي. ولفت الدكتور معين عبد الملك إلى أهمية السلطة التشريعية ودورها في تقويم سياسات الدولة الداخلية والخارجية وسن القوانين والتشريعات. التقى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري بالعاصمة المؤقتة عدن سفيرة ألمانيا لدى بلادنا كارلا مولر. جرى خلال اللقاء مناقشة مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية وجهود إحلال السلام في اليمن والمعوقات التي تضعها ميليشيات الحوثي الانقلابية برفضها تنفيذ اتفاق السويد وتعطيل الجهود المبذولة من المجتمع الدولي والحكومة الشرعية لإيصال المساعدات الإغاثية. وجدد الميسري موقف الحكومة الشرعية الداعمة للجهود الأممية والهادفة إلى إحلال السلام في اليمن وإنهاء الانقلاب، لافتا إلى أن الحكومة الشرعية قدمت كثيرا من التنازلات لإيقاف الحرب وإنهاء معاناة الشعب اليمني، وأشاد بالجهود الأممية المبذولة لإنجاح مساعي السلام وبالدور الهام الذي تقوم به ألمانيا في سياق دعمها لتلك الجهود الرامية لإنهاء الحرب والجلوس على طاولة المفاوضات والتزام جميع الأطراف بما تم الاتفاق عليه في مشاورات السويد. أكد وزير الدفاع الفريق الركن محمد المغدشي أن الجهود مستمرة لاستكمال عملية بناء الجيش الوطني وإعادة هيكلته وفق أسس علمية ووطنية صحيحة بعيدا عن المحسوبية والولاءات الضيقة وتصحيح جميع الاختلالات الإدارية والمالية التي تصاحب استعادة بناء المؤسسات العسكرية وإعادة بناء مؤسسات الجيش ودوائر وزارة الدفاع منذ ما بعد سيطرة الميليشيات الحوثية المتمردة على مقدرات الجيش وتسخيرها لخدمة مشاريعها الدموية والتدميرية. وقال الفريق المغدشي خلال ترأسه اجتماع بقيادة وأركان ديوان عام وزارة الدفاع سيتم إعادة هيكلة الجيش وإعادة توزيع القوى البشرية وفق أسس علمية بما يجسد روح الوطن الواحد في كل وحدة عسكرية. وأضاف إن الجيش الوطني المنظم والمنضبط هو الضامن الأساسي للحفاظ على الدولة وعلى سلامة وسيادة الوطن وحماية مكتسباته التي تتجسد في الثورة والجمهورية وصولا إلى بناء دولة اليمن الاتحادية العادلة.